كمان على الجانب او المشوار الدولي معانا الكابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي ونجم خط النص. برحب بك يا كابتن اسامه واهلا بك في البيت الكبير. اهلا وسهلا بك يا كابتن هاني، واهلا وسهلا بسهام، واهلا وسهلا بالكابتن حمدي فتحي، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين في البيت الكبير. اهلا وسهلا. اهلا كابتن. اهلا كابتن حمدي فتحي. طبعا انا بقول اهلا وسهلا بحمدي فتحي برضه. لا ده انا لا ده بقول لك بقى على مستوى الكوره. احنا انت طبعا نجم كبير يا كابتن في خط النص وعندك خبرات كبيره جدا جدا، وانا كنت بتكلم مع حمدي من اللعيبه المميزه جدا على مستوى المجهود وعلى مستوى القلب، فانت من خبراتك الكبيره ديت جدا على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر، تحب تقول ايه لحمدي فتحي؟ اولا مبروك لجماهير النادي الاهلي، لمجلس ادارته، لكل الناس. بطوله الدوري العام النادي الاهلي خدها عن جداره وتفوق يعني من بدري. يعني حمدي فتحي يعني يمكن انا مرنته سنتين في المنتخب الاولمبي، وراجل من اللعيبه الكويسين، وكنا عارفين ان هو لعيب واعد، وحتى لما راح انبي طبعا كان بيأدي بشكل كويس جدا. وبصراحه من اللعيبه اللي جت في النادي الاهلي بدون ضجه، يعني في لعيبه جت بضجه ولم يعني لسه ما استفدناش بيها على قدر الهاله اللي كانت كبيره جدا حواليهم، لكن حمدي يمكن من اللعيبه اللي جت هقول ايه مش في خفاء بس جت بالراحه كده، ومع ذلك من افضل، مش انا مش بقول كده عشان هو معانا على الهواء، من افضل اللعيبه اللي جت ودخلت في فرقه النادي الاهلي بسرعه. صحيح. وتحس انه لعيب عنده شخصيه النادي الاهلي. كابتن حسام برافو عليك، كنت لسه هقولها لك، عنده يعني يستحق يرتدي الفانيلا الحمراء اللي هي زي انت قلتها دلوقتي، شخصيه النادي الاهلي من حيث الالتزام، من حيث الامكانيات الفنيه، من حيث الالتزام الخططي، من حيث الجهد والتفاني باخلاص جوه الملعب، من حيث الاداء الفني كمان، سواء في التمرير، سواء في التكمله على المرمى، بيعرف يجيب اجوان، ومن اللعيبه اللي بتجيب اجوان في الكرات الثابته ما بيطلع بدماغه، او التسديد من الخارج في الكرات العاديه المتحركه، او فهو بصراحه لعيب مؤثر، ومن اكثر اللعيبه اللي زي ما قلت لك دخلت في فرقه النادي الاهلي بسرعه بدون ضجيج، وبقى واحد من الناس المهمه جدا. وكمان كنا زعلانين طبعا الفتره اللي هي بتاعت اصابته، لكن طبعا الحمد لله يمكن فتره كورونا زي ما في فتره ضرت في بعض الناس، الفتره دي برضو الحمد لله الاربع شهور اللي ما تلعبش فيهم كوره رجعوا حمدي بسرعه ودخل تاني في الفرقه، وربنا بقى يحفظه من الاصابات، وان شاء الله يعني نشوفه في منتخب مصر. كنت لسه هكلمك على منتخب مصر يا كابتن. حضرتك كنت بتدربه في المنتخب الاولمبي وهو طبعا انضم لمنتخب مصر لكن حظه سيء شويه، شايف دور حمدي فتحي ايه على المستوى الدولي ان شاء الله؟ واحنا عارفين عندنا مباراه كمان قويه في نوفمبر اللي جاي مع طبعا مع منتخب كبير، وكابتن حسام البدري بيحضر من دلوقتي اوراقه. دور حمدي فتحي ان شاء الله ايه في المنتخب يعني المباراه اللي جايه؟ لا طبعا الكابتن حسام عارف حمدي كويس، وزي ما قلت لك اشتغل معانا في المنتخب الاولمبي فتره، وبعدين هو كان ضمه فعلا للمنتخب الاول، يمكن الاصابه هي اللي عطلته، لكن يعني حتى في اول مشاركه ليه او ثاني مشاركه جاب جون، وكان الفترات اللي لعبها كان شكله كويس، وانا اعتقد المركز بتاع الوسط المدافع في وسط في مصر يعني العدد اللعيبه اللي فيه دوليين مش كتير قوي، يعني من المراكز اللي فيها يعني حاجه ملحه لواحد زي حمدي، واحد زي عمرو السوليه، مع طارق حامد، مع اللعيبه اخرين دونجا، يعني في كام واحد كده هم اللي يعني اعداد مميزه، اعداد قليله شويه نقدر. أيوة. يعني تتعدى على صوابع الايدي زي ما بيقولوا يعني. ايوه، فحمدي سنه صغير زي ما قلت لك، عنده مقومات اللاعب المخلص المتفاني الملتزم خططيا الجريء اللي عنده شخصيه في الملعب،
وكمان مع القدرات ديت الدفاعيه والشخصيه كمان بيعرف يلعب لقدام وبيعرف يجيب جون وبيعرف بيشتغل كصانع لعب. فهو ان شاء الله ربنا يوفقه الفتره الجايه كمان ان شاء الله الكابتن حسام يضمه ويبقى واحد من اللعيبه بعد كده المؤثرين مع المنتخب المصري ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حمدي ايه رايك بقى في كلام خبير خط النص؟ بشكره طبعا وبقول له يعني ربنا يخليك، يعني انت بصراحه مش عارف اقول له ايه يعني. لا هو طبعا لا انت تستحق يا حمدي والله انا مش بقولها. هو كابتن اسامه هادي كده على طول يا كابتن اسامه؟ يعني واضح انه كمان يعني هادي جدا ويعني واضح ان هدوءه دوت كمان بيبقى في المعسكرات واضح هدوءه، لكن احنا كمان بنحب وانت لعيب كره وعارف عايزين جوه الملعب لا يكون صوته عالي ولازم يكون مور اكتف يعني. لا لا ما هو جوه الملعب بيبقى مختلف حاجة تانية. لكن صحيح. احنا والله يعني انا شايف ان احنا محتاجين النوعيه دي صحيح. اللي هي صوتها قليل بس فعلها كتير صحيح. مش عايزين العكس للاسف مزبوط. للاسف بقت في لعيبه صوتها في الاعلام وفي المشاكل وفي الـ يعني الـ 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 مش عايز اقول كلمه يعني وحشه بس يعني اعلى من فنياتها يعني اعلى يعني بتاخد صيت بمشاكلها اكثر من لعبها. لكن احنا نتمنى اللعيبه يعني يمكن هاني رمزي كان واحد من الناس ديت اللي هو صوته قليل بس متفاني جدا رغم انه راجل لعيب لعب في اوروبا وبتاع كان بيجي في المنتخب بيبقى متواضع وبيتفنى في المنتخب فحمدي احنا يا ريتنا نلاقي النوعيه دي اللي هي صوتها هادي لكن هي فعلها كبير في الملعب يعني صحيح. حمدي شخصيته طبعا في الملعب يمكن هو بره هادي شويه لكن في الملعب راجل تحاماته قويه وشخصيه وبتكلم وجريء ويعني بيبان في لعبه يعني صحيح صحيح. وهو ده المطلوب يا كابتن اسامه. ايوه ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. هو ده اللي احنا عايزينه صحيح. هو ده احنا يا ما انا هو ده اللي انا بقول لك اللي انا احبه انه الفعل وبنفتقده يا كابتن اسامه الفعل اكتر من الكلام وبنفتقده يعني برضه وبنفتقده ما ايوه احنا عايزين الفعل يبقى اكتر من الكلام يعني احنا عايزين الفعل يبقى اكتر من الكلام صح صحيح. بشكرك جدا يا كابتن اسامه شكرا جزيلا. لا شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا كابتن اسامه عرابي طبعا من